باسمي وباسم لجنتي التنظيمية أرفع إلى حضراتكم أساتذتي الكرام وإلى كافة الطلبة توصيات خاصة بهذه الدورة العاشرة الموسومة بدورة الأستاذ الدكتور محمد الحاتمي. فبناء على استبيان أعدته لجنة تنظيمية ووزعت على كافة الحضور أساتذة وطلبة وباحثين أيضا، فالتوصيات أتت على هذه الشاكلة: نشر المشاركات في مؤلف خاص بالطلبة الباحثين. ثالثا، تحديد عنوان موضوع عام في كل دورة تكوينية يتماشى مع محاور الدورة. كما يوصى بالاعتماد مبدأ التعقيب على ورقات الطلبة الباحثين من قبل أستاذ متخصص في الموضوع. ثامنا، تقسيم الجلسات إلى ورشات، كل ورشة تضم متأخرين، ثم يفتح النقاش العام في الجلسة الختامية نقرأ فيها تقارير كل ورشة. كما ننوه بأن مبيعات الدورة العاشرة كان حققت رقما قياسيا بالنسبة للمختبر، وأيضا نشير إلى أن لجنة التنظيم قامت بإعداد صفحة فيسبوكية خاصة بالمختبر موسومة أيضا باسمه مختبر الأنساق اللغوية والثقافية لحفظ ومشاركة أنشطة الدورات المختبر لكل غاية مفيدة. وشكرا لكم جميعا. باسمك أشكر لجنة التنظيمية على هذه الجهود القيمة، ونوزع شهادات المشاركة لطلبتنا الأجلاء. أنادي الأستاذ الدكتور صالح أزوكاي، أستاذ أزوكاي يسلم الشهادة، شهادة المشاركة للطالب الباحث عبد الرحيم الجود. محمد السرد، تقدم عزيز ليديا هي تسلم الشهادة. وأنادي الأستاذ الدكتور محمد الحاتمي ليسلم الطالب أحمد بومريس شهادته. وأنادي الطالب منصور تجنيدة ليتسلم شهادته. يوسف فجاج أنادي الأستاذ إبراهيم أسيكار ليسلم الطالب الباحث صالح نديم شهادته. وأنادي الطالب أحمد بلاج الطالبة الباحثة سارة بقاس.
يتقدم الطالب عصام الجنصار ليتكلم عن شهادته من الأستاذ. أنادي الطيب، أنادي الأستاذ الدكتور الطيب البهالي ليسلم الطالب الباحث إبراهيم شكري شهادته. ويتقدم الطالب الباحث عبد الباقي صيف. الطالب أحمد ستيرو. الطالب الباحث أمينة بطولي. ونادي رئيس شعبتنا الأستاذ مصطفى ناموني علوي ليسلم الطالب حسناء اليعقوبي شهادتها. ونختم شهادات المشاركة للطالب عبد العزيز أعراب. ولقاء جهودهم في تنظيم هذا اللقاء يسلم الأستاذ ماموني منصور تجنيدة شهادته التنظيمية. ونادي الطالب صالح نديم. ونادي الأستاذ الدكتور رشيد كيناني ليسلم الطالب الباحث أحمد بوميد شهادته لقاء تنظيم هذا الملتقى. ونادي الطالب الباحث عبد الصمد وسطى والطالب عبد الرحيم الجور. ونادي الأستاذ مراسم الحري الذي واكب تنظيم هذا اللقاء يسلم الشهادة للطالبة الباحثة نادية أبدي أبدي أبدي. ونادي الطالبة في سلك المصر مريم بماري. التي واكبت المعرض
المقام على هامش هذه الندوة. والطالب الحسين الضارات هاد الصور دابا فين غنلقاو؟ فاش غنتواصلو؟ في الواتساب ولا كاين؟ ما غاديش نديروهم؟ نعم انت غديروهم في الجروب ديال كضربي شي واحد في الجروب الديني كطلعيه هذا الاسماء كاينين في الجروب ديالك اي واحد تواصل كي معاه النيميرو ديالك نقول ليه صيفط لي صافي صيفط لهم في الجروب ديال اللجنه التنظيميه ولا كاين فيه